يا هلا سنابيز، جبت لكم احلى مفاجأة. اروق مكان في الرياض وزين قهوة. وش رايك بالقهوة يا ريج؟ تفوز تفوز قهوتهم. الحين بحط لكم اللوكيشن، ارفعوا الشاشة على فوق وتحصلون خصم، احلى واقوى خصم لكل متابعيني. يا هلا والله. اوف اوف اوف، وش السالفة؟ لا يكون عندهم ميسي. شفت هندس نبي عامر، ايش اسمها ايش اسمها يا ابويا؟ من كثرهم نسينا اسمها، كل ما حفظنا اسم طلعت واحدة ثانية. ايه ذي السخيفة اجوان. ما شاء الله عليك حافظ اسمها، انا يلا حافظ اسميكم. تعالوا نشوف ايش السالفة. ما شاء الله ما شاء الله، كلكم مجتمعين على هالمقشع. يا قليل الأدب يا قليل التربية، أنا أوريك الكوميدي، كل شيء مسجل عندي. أنا قلت شيء يا عيال؟ يا أخي منت بصاحي، وش جاك تغلط عليها؟ والله لو رفعت عليها قضية هني روح فيها. يا حبيبي ما غلطت عليها، أنا قلت الحقيقة، وجهها مقشع. ترى تقدر ترفع عليك قضية تنمر في مكان عام، فيها غرامة وسجن. انتبه يا عامر، يمكن يقبضون عليك. لو سمحت يا أختي. أنت سبني وتلحقني لبيتي؟ والله إنك ما تستحي على وجهك. الحين أنا أوريك أبلغ عنك الشرطة. لا لا خلاص خلاص، بمشي بمشي. راح وش فيه سينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فيك شيء؟ فيك شيء يا عامر؟ ما فيني شيء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت حلم مزعج، شفت وحدة رابطة رجلك بحبل وتسحبك. وبعدين وش صار؟ ما أدري. الله يحفظك من كل شر. طيب وشلون شكلها؟ مقشع ولا حلوة؟ ما أتذكر يا أمي. اسمعني، راح أتوضى وصل وأقرأ أذكارك. طيب طيب. تم القبض. تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثاني. شفت حلم مزعج، شفت وحدة رابطة رجلك بحبل. تكفى يا ياسر، والله ما نمت من البارح. خل نروح لمها ونحل الموضوع ونقفل القضية. الحين طول بالك وروق، بإذن الله الموضوع بينحل. حلوم حلوم حلوم، عجزت أنام أمس، عجزت أنام. ما عليك، راح أروح من بيته وخلنا نحل الموضوع. شوفي جوان، في عقد إعلان مرة حلو بيجوز لك، بس وشو؟ معلنين يبغون يجلسون معك ويشوفون نسبة مشاهداتك. أصلاً مشاهداتي كلها كم يوم نازلة؟ 60 70 100 ألف. إيش قاعد تقولين تستهبلين؟ الأسبوع اللي فات كانت مليون وشي، شلي نزلها الكثر؟ مليون مشاهدة علشان الإثارة اللي سويناها مع ذيك وزوجها، إيش فيك نسيتي؟ معناته إحنا لازم ندورين على محتوى يحرك المتابعين، ترى كذا الوضع ما يصير. يا ذا المحتوى اللي جنني، ما في شيء ما سويناه. قضى معلي، خليني انا بشوف وبتصرف، ندور محتوى لين ما نشوف لنا حل المصيبه اللي احنا فيها. شكل المعلن جاء، الحين وش اسوي؟ معلي انت خليه يدخل الحين وانا بتصرف. سيلا. يس ماما. افتحي الباب. يس ماما. ها وش نسوي؟ شوفي، كل منتج نعلن عليه لازم يكون فيه مصداقية، يعني لازم نجربه، وهذه حجة وحاجة ان احنا نأخرهم. والله ما انتي بسهلة. انت شربجيح تغلط علي وتدخل بيتي؟ والله مالي دخل، الشغالة فتحت لي الباب وقالت ادخل. يا اخت جوان، وهو جاي يعتذر ومستعد يسوي اللي تبينه. برا اطلع برا. جوان هدي هدي جوان هدي، خلينا نشوف الرجال ايش عنده. يعني انت الحين متنمر عليها
ولاحقها لين بيتها ومقتحم بيتها وداخل لين الصالة، يعني تقريبا هذه فيها غرامة ما يقل عن 500,000. وتم القبض. الله عليك، يعني واضح عليك انك فاهم وعارف. بعدين انت مبين عليك انك شخص طيب ومسكين، وجهك مو بوجه مرمطة وبهذلة. معلش يا اخت اريج. والله ونعم اخت اريج، ترى الولد مساكين حالته صعبة، وابوه فيه الضغط والسكر. ابوي انا؟ اي ابوك. اي صح، ابوي فيه الضغط والسكر وفيه كوليسترول بعد. ايه، وامه لو درت ان ولدها بينسجن تجيها جلطة. صح يا اخ ياسر، تقدرين تدلعيني يا سوري؟ يا سوري. ايه ونعم يا سوري. شوف انا بحللك هالموضوع بس بشرط. وشو؟ تنفذ كل شيء اقول لك اياه بالحرف الواحد. ابشر بعزس، انفذ لك اللي تبين. لا 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 لا، تبيني اتزوج بوطنية؟ صاحية انتي صاحية؟ اوه ماي جاد. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك، تركت بتطيحيني معاك. اسمعيني، انا صاحية ومركزة وعارفة ايش قاعدة اقول لك مرة زين. بطلي عنك العصبية واسمعيني. الحين انت مو تبين اثارة محتوى في سناب؟ ردي علي. ما ابي. هذا هو المحتوى. اسمعيني، سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربه، بيرفعون عندك الفيو ويزيدون عندك السناب، فهمتي؟ وبعدين ايش فيك انت؟ ترى هذا زواج شكلي مو بزواج صدقي. طيب زواج شكلي بس يصور معي سناباتي ويطف وجهه وينقلع. وا ما ينفع الثاني؟ ما ينفع كفته. اوف 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 اوف، من وين ليش ذا كله؟ خلصني، انا الحين بصورك وبتكلم. اول ما اشهر عليك ابيك تقول تستاهلين اكثر حبيبتي. طيب ابشر. ابتسم. طيب خلاص لا تنفخين. هاي سنابيز، ادري انكم بتفاجئون بس انا لي 5 سنوات مخطوبه، والبارح كان عرسي وهذه هداياي وهذا قلبي عامر. هلا والله هلا والله وسهلا، تستاهلين اكثر يا عمري. ها كيف ممتاز. رح كم من 10؟ رح. وين اروح؟ رح بيتكم خلصني. طيب خلاص اوكي. هلا والله هلا والله وسهلا. هاي سنابيز، ما شاء الله تزوجت؟ من هي؟ أختك؟ لا يا ابن الحلال، وش اللي أختي؟ هذه السنابية جوان، لو تشوف زوجها معطيها هدايا. إيه مو بنا، مالت علي وعلى حظي. وأنا وش دخل أهلي بجوان وهداياها ولا زوجها هالرمة؟ الله لا يوفق من صنع الواي فاي والسناب. ما تشمين غدانا احترق، قومي تعالي نشوف المشاهدات. خلني نشوف. خلال ساعة واحدة 400,000 مشاهدة؟ إن شاء الله نهاية اليوم 2,000,000. شفتي قلت لك أصلاً سواليف الكابلز هاليومين هي اللي ضاربة. الله يعطيك العافية، عشان تاني مرة تسمعين كلامي. يما يبا الحق ولدكم الخبل. خير وش صاير؟ عامر تزوج. لما عزمنا؟ اسكت انت. هاي سنابي، هذه اعرفها بسناب مشهورة. انا من 5 سنوات مخطوبة والبارح كان زواجي. عجيب. وش هالبنت ذي كاشفة راسها قدام الناس؟ يا فضيحتنا. لا وجايبها هدايا. طيب منين الروس هذه؟ وانت بس هذا اللي هامك؟ وين وين؟ اهلين يا زجوان، عاد ما اطول عليك. لا والله ابتلشنا، شكل العالم كله درت. انا اوريك بعدين اوريك. هلا
الله يرحم والدين خلفوكم بدون عنف أسري. أي عنف أسري اللي ما تستحي على وجهك؟ وش هالسوعة اللي مسويها أنت يا هالسلوقي؟ طب هدو هدو هدو، تذكرين يما الحلم اللي قلت لي إياه؟ الحلم الحرمة اللي تربط برجولي حبل، تذكرينه؟ أنا اللي بلين ظهرك بهالعصا. أي أي طلتها لا بارك الله فيك، والله غصب عني يبا، والله مو بكيفي، والله مو بكيفي، والله مو بكيفي. ايش اللي يقيك؟ اجري ديبة تكفى. امسك امسك يا ابو عامر. خل جوان تنفعك يا زواجك. اوف 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 اوف، وش ذا الموتر؟ اسمعي يا المكشة، ابوي وامي طردوني من البيت وزعلوا علي، وهم اهم اثنين بحياتي. انت شفت السيارة اللي برا؟ اي شفتها. هذه هدية لك. لي انا؟ هدية لك. شف انا بربط عيونك، طيب؟ بصور سنابة، ابيك تمشي معي وبفكها وابيك تفاجأ. وليش اتفاجأ؟ انا دخلت وشفتها خلاص. انت جنتني؟ وش فيك عبيط كذا؟ سووا اللي قلت لك عليه وبس. ترى ها تم القبض. لا 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 خلاص، بسوي اللي سلي تبين، كلش الا تم القبض. بس اسمعي، اذا خلصنا الفيلم ذا ابمشي. تعال. يا هلا والله بسناب، اليوم بفاجئ زوجي حبيبي عامر. اشوف 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 سبرايز. شوف هناك شوف هناك. اوه اوه اوه، هذه لي انا. لك يا قلبي يا حبيبي. كثر الله خيرك، الله يوفقك دنيا واخره. والله مصدق عيال. اوف اوف اوف، هذه لي انا اكيد. لك يا قلبي لك. والله اتحداك الموت البطل يجي التيوان على الفره. ما يترك طبعا. يلا نطلع. يلا يلا. بعد اذنكم بعد اذنكم يا شيخ، وش اسوي لك انا؟ انا وش اسوي لك الحين؟ خلصنا، يلا مع السلامه. وي وي وي، تعال 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 تعال، باقي ما خلصنا. وش باقي بعد؟ ها يا عمري، عجبتك السياره؟ اي والله مره ما شاء الله ممتازه. يا بعد عمري تكسرها بالعافيه لب دلالك. الله يعافيك، ما قصرتي. الحين أنا وزوجي جالسين نجهز لرحلة المالديف شهر عسل 10 أيام. ها جاهز؟ إي جاهز جاهز، وجايب شورتات وجايب النظارات ذيك حقت السباحة. والله ما قصرتي الله يعطيك العافية، وأبد أي شيء تبين أنا تحت أمرس. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يخليك لي. يا بعد عمري زوجي حبيبي، إن شاء الله بعد المالديف نطلع على باريس وإسبانيا. اوف 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 اوف، اخس يا عامر اخس والله اللي لاقيها. ها شوف الحريم اللي يقدرون ازواجهم. من تقصد؟ من اقصد جوان مهدي عامر زوجها رنج روفر. مالت على حظي رنج. بس هذه لي انا. لك يا قلبي يا حبيبي. الله خيرك، الله يوفقك الدنيا واخره. يا حظك يا عامر، صح انه نشب نشبة بنت لذينة بس فاز بالموتر. يا عيال ايش بو ذاك عايش الدور انه زوجها؟ بس صدقوا يستاهل عامر، يا ليتني قلت مكشف بداله. اذا طلق عامر ايش اتزوجها؟ يما ايش فيك؟ هدي هدي هدي، لا تعبي نفسك بالتفكير، ريحي. وشلون ارتاح ووضع اخوك كذا؟ من طردناه من البيت وانا ماني بمرتاحة. يما شكلك ما تدرين، عامر مبسوط، جده سيارة قيمتها 500,000. شوف شوف. قفلي خلاص قفلي، ما ابي اشوف مقاطعة ولا اتوريني اياها. يلا اسمع، ابيك تسوق بسرعة طيب، وانا بصور وبسولف معك. فجأة بقول لك عامر وبيك تدعس فرامل بقوة، طيب؟ وليه الأكشن هذا كله؟ خليني أشوف لي عمود وأحطه بنص جبهتك هذه البرحة. وشو؟
فال الله ولا فالك، سوي اللي قلت لك عليه وبس، فهمت؟ يا مهبولة، أهالي بيشوفون المقطع يصدقون، وش في سنتي ما تفكرين؟ ترى قرقتك كثرت ها؟ هذا حادث بسيط الجس نبض المتابعين وبس، بنطلع منها سالمين. كلمة زيادة وخليك تاكل عدس. لا 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 عدس ما بي، خلاص أبشري سمي. هاي سنابيز، اليوم أنا وحبيبي عامر رايحين البوليفارد وماخذين في آي بي ومرة مرة مرة متحمسين، وش رايك حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله الله ستر علي أنا وزوجي، تعرضنا الحادث في الحديد ولا فينا بدل السيارة ألف. يا ناس أذكر والله، قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله. خلاص سويت الدراما حقتك، ضبطت المحتوى، عادي لهنا وكفاية، احذف المقطع، تراك أخذتي حقك وزيادة. ألو حيدر، يلا يجي بسرعة ياخذ سيارة، يلا عشان ما يحسب علي يوم زيادة. هاي سيارة الرنج، لا يكون تحسب بعد تبي تسوقها، ترى يا جار المفتاح، يلا المفتاح. أعوذ بالله أعوذ بالله منك ومن عينك. خير وش فيه؟ جوان وزوجها صار لهم حادث. أم عاد، إذا عجبك شيء بعدين أو جاز لك قل ما شاء الله اذكر الله عليه. يا حسافة يا الرنج. أها يعني كل اللي يطلع للناس كلام فاضي. نصابة، كل حياتها قص ولصق، بهذلتني الله يقلعها. دحين معقولة طول الوقت ده وانت معاها ما قدرت تاخذ الجوال وتحذف المقاطع؟ والله صادق شكوش، ورا ما تزرف جوالها تحذف مقاطعك وتفتك منها. اسمه موضي سعد المبروك. سلامات، وش في بطرس منتفخ؟ ماكله فلافل؟ مجهزه المحتوى مره قوي بكسر الدنيا، بيخلي اسم جوان السوبر ستار فوق علينا. يا موضي سعد مبروك. وش هو؟ انت وش دراك باسمي؟ مفتش بشنطتي؟ ايه لا تصرفين، مسمية نفس سجوان وانت اسم سموضي. انت نسيت اتفاقنا؟ عزل يدس ولا تمدينها، اي اتفاق؟ انك تسوي كل اللي اقول لك اياه مقابل اني احذف مقطع المقشع. علشان كذا كل يوم تسوين دراما وتسوين اكشن، والحين مسوية نفسك حامل على اساس الناس بيصدقونك. اكيد بيصدقوني، انا جوان ولي قيمتي في المجتمع، اصلا المتابعين دلوخ يصدقون اي شيء. شفت النصابة تقول عنكم دلوخ، وأنا صورت المقطع هذا علشان أثبت لكم إن كل مقاطعها دراما وأكشن ونصابة. أنت صورتني؟ إيه صورتك يا المقشع يا التفيخة، هذه فائدة الثوب البني. والحين عندك خيارين، يا أما أن تستحذفين المقطع ولا تم القبض. والله يا ابو عامر ما حصلنا لها زبون لهاي. في شارع الخزان قابلت لي انسان فيه الحلا الوان سبحاني من صور في شارع. ابو زيد هل اشوفه بالطبيعه ولا بالتلفزيون؟ يا والله في الطبيعه في الطبيعه. مساء الخير. موسى الفل يا مرحبا. سمي عامر تدللي تفضلي. تسلمي
محسن كلك ذوق، ما عرفتني. معت ابو زيد محسوبت. وانا ابو عامر. تشرفنا وياك ايه. ايه؟ ايه من يبعد. سمي. اريد لي شقه صغيره حلوه مرتبه اذا عندك. شلون ما عندي؟ عندي 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 شقق مو بشقه. مشي. يلا مشي. وين بتروح انت يا ابن الحلال؟ انا بوريها شقه وارجع. خليك في المكتب خليك. ام عاصي رجلي على رجلك. هذه عاد اتحداك تلقين فيها عيب. ما ناقصها الا شويه اكسسوارات وبويات وتدلي تلك. يا ربي هم عجبتني، ماكو غيرها؟ شو ماكو؟ الا اكو غيرها. هالشقه راعيها طالب فيها 30,000 وانت علشانك بنحاول نخليها ب 20,000 علشانك بس تستاهلين عيونك. اقول لك إيه؟ ما عجبتني، ماكو غيرها؟ الا اكو غيرها. تفضل. كلش بشعه هاي الشقه، ما عجبتني ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله، يا بنت الحلال هذه رابع شقه وانت تشوفينها ولا عجبت شيء. اسمح لي افهمك شنو اريد بالضبط، خلينا نروح للمكتب ونقعد هناك نتفاهم. قبل ما نروح للمكتب انا عندي مطعم مفضل عندي بالحيل، نروح نفطر فيه وبعدين نروح للمكتب. تشتم قلقل يا قلبي؟ نو ثانك يو. اذنب قلقلة ضروسك، اذنب اذنب. قولي يا عمري ايش بيك انت؟ قولي اي وجه. ما اريد ما اشتهي من جوعانه. يمكن انها تبي شكشوكه عدني. يا معلم. لا 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 ما اريد ما اشتهي ما اشتهي. وليش بتضايقه؟ يعني بصراحه كلش هوايه متلبكه، ما دا اعرف حتى احكي. ايش اللي لبكك؟ الرياض كلها هنانة. فاتو فاتو يا صراحة أني حابة أفتح مشروع، بس لازم وياي شريك سعودي، وللأسف لهسه لا لقيت الشريك السعودي ولا شقة. وش بيت انتي؟ موضوع تعتبريه انتي عندي أنا. خلاص يا معلم هات اثنين حليب بشاهي سكر زيادة، هذا لا تجيب له. والله هو مستحيل هو. يا عمي هو عامر. عامر عامر. ها وش عندك؟ تعال الحق ابوك واصل ترند. اما عاد هذا اللي ناقص ابوي يطلع ترند. ابوك خاطب واحدة اسمها آية سنابية مشهورة ومتصور معها. ابوك طلع زاحف. اوف اوف اوف. حسبي الله ونعم الوكيل، بعد كل هالسنين بيتزوج علي. يا ربي ما ادري وش اقول لك صراحة، بس انتي السبب، انتي السبب. انا كم مرة قلت لك اخوي مزيون ويخقون عليه البنات، ها شوفي ذي خطفته منت. وهي بعد مزيونة ما شاء الله عليها، انا اتابعها بالسناب، وش ذا اللبس وش ذا الجسم وش ذا الشعر، تهبل. خلتها زين. تكفين عاد ابي اصور معي، ابي اقهر البنات. خلاص يا ماما انت ايش فيك تركزشتينا؟ يا ويلي هذه مو مصدقه انه آية وافقت على ابوك. ايوه وش في ابوي؟ تحمد ربها آية ان اخذتها. بعدين على كلمه كذي اذا جت آية بتسلم معها شخصيه وتقهوين انت وياها وتصورين معها وتنشر لك بعد. صدق تنشر لي؟ ايه انت بس غيرك لا. آية آية يبا ما لقيت بالدنيا ذي كلها الا آية. وانت وش دخلك؟ شلون وش دخلني يبا؟ انت ابوي وتهمني مصلحتك، بعدين العالم كله قاعد طقطق علينا، انت طالع ترند في تويتر. ايش طالع؟ يا يبا يا يبا اسمعني، انت ترند بتويتر الناس كلها تطقطق علينا. تكفى يبا تكفى، فكر في الموضوع. انا فكرت وقررت. كفو، وش قررت؟ اني اخذ غرفك انا وحبيبتي آية. غرفتي انا؟ اي نعم. وانا وين انام؟ تنام بالشارع، تنام فوق الخزان، تطلع من البيت، كلها واحد. ها حزنت؟ اي يا ابن
ابن الحلال اقول لك الموضوع ساير ترند في كل مكان يسولفون عنه. ابو عامر متزوج السنابية المشهورة آية. معقول يا اخوان؟ دحين ابو عامر الكبير في السن المنتهي ده متزوج الصاروخ النجفة دي؟ ما انت مصدق؟ افتح سنابها شوف، افتح تعال اوريك. شوف حتى هي مصورتها بسنابها. شوف يا لطيف يا لطيف اجعله خفيف. طب هذه ما عندها اخت اتزوجها؟ خطير انت يا عزوز، تبغى تصير عم عامر عشان يحترمك. انت ما فكرت. شوف سواها اللي ما يستحي. تستاهلين يا ما حذرتك، ما تسمعي الكلام يا حبيبتي. انا مالي قاعد بهالبيت. وين بتروحين يا حظي؟ ناس انك انت اصلا مقطوعه مشجره وما لك احد، بتروحين شقه السلف الشانزليزيه ولا اللي في كان؟ الله كنه القريه العالميه يا اخوين. هذاك اللي سبب الايس كريم تعرفينه؟ يا اخي يمكن وين ياسين العروس زينه. زين ان اخوي تزوج واحدة حلوة نحسن الانتاج. تصوير وشكلك مخرب الحفلة. أنا شكلي مخرب الحفلة؟ إيه مخرب أم الحفلة. أجل تعال معي تعال معي. كل واحد يروح بيته هلا، وانت حط الثوب البني في الملحق. يلا مشينا. جو جو جو. مبروك مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. تفضل يلا حييس. ابو عامر. هدوا عليك ابو عامر، شو تريدين انت؟ من هذول؟ عرفني عليهم. تركيش منهم، تعالي حبيبتي. انا اعرفك، هذه امي. اقول لك هذا قلة ادب. حلوة خالتي آية، تخلخلت عظامك. تهبل 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 يما مباق رجلي، دادا مباق رجلي. هارد لك يما. هذا الحلو قاتلني عمه، من وقت أحبه ورد كلمه، وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي، وانتي شلون عمتي بيا ما افتهمتي، روحي كلها يما يا عما يا عما. اروح فدوى لهالصوت. خير شبي؟ لا بس معك خدمة الغرف، اذا تحتاج خدمة ولاش. شف طلب جاي من مطعم الاسماك، استلمها منه وهاته. طيب والفلوس؟ ايه الفلوس. ما شاء الله صوته حلو. مو بشغلك. خذ هذه 500 حاسبه ورجع الباقي. ابشر ابشر. اتحداك الاحمر البطل. اقول لك انزل.
الحين تهجسين يا حظي، قومي سلمي عليها مثل ما تسلمنا عليها علشان تعرفت. ماني بمسلمة عليها ولا أبي أشوفها حتى. يا بنت الحلال تعوذي من إبليس وروحي سلمي عليها. أنا هاتي 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 لجي تتسلمين عليها شدي على يدينها. أبيك توجهين لها رسالة، رسالة حقد وكراهية، وإن تناويتها على نية قشرة. أبيها تبلع العافية، فهمتي؟ ماني بمسلمة عليها خلاص. أوف غبية، طول عمرك غبية، من خبات أخوي وأنتي غبية ما تفهمين. خلت خلص مثل ما أنتي لين يعرس على الثالثة والرابعة ويطلقت أنتي. هلا متابعي نوف، شلونكم؟ أخباركم؟ نوف حبيبتي وصديقتي وأموت عليها. أنا هذه خالتي. شنو هو خالتي؟ خالتي يعني زوجة أبوي. وخالتها هم دديري بدديري بدري بد. توكلي جاك قاتل المتعة. قاتل المتعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا خلايا؟ زينة، أنت شلونك؟ أنا زين الحمد لله. شكو ماكو؟ لا والله ما سويت شيء، لكن اسمي أنا جاي بنصحص نصيحة لوجه الله. شنو هي؟ أبوي أنت تزوجتيه وبتتوهقين فيه، أنا أقول سياه على بلاطة. أبوي طفران. طفران؟ إيه طفران، يعني ما عنده فلوس. أنا أنصحص أفقعي. أفقعي شنو؟ أنا أبوك أحب أموت عليه. يا بنت الحلال الحب ما يوكل عيش. نصيحة، أزبني. أزبني شنو؟ ايش تقصد الحين؟ هذه شلون افهمها؟ انت يبي لك قاموس، قاموس جوجل مترجم. ولك انهزمي، ابويا ما عنده ولا فلس. ابوك عنده 10 مليون ريال. كذابه. شنو كذابه؟ انا قايل لها عطني 2000 ريال جنوط الهلي ورفض. انا ادبر لك اياها انت تدلع. اكيد اكيد. يعني الحين انهزم ولا اجلس؟ لا اقعد. بيبي يا هلا يا هلا بالحلو، يا هلا بالجمال كله، يا هلا حبيبتي. ما اشتقيت لي؟ اشتقيت لك. شو ما اشتقيت لك؟ انا جاي عشانك. اريد اطلب منك طلب. طلب انت طلب روحي. اريد منك 2000 ريال. انت تقول 2000؟ قولي انطيني انطيني. انطيك هذه ثلاثة ولا اني سالت وش تبي فيه. قولي. ميرسي. تفضل. والله الناس قوية. ايش قلت لك؟ ابونا انهبل وهاللي ما تستحي مجلسته في الشمس. يا بنت الحلال، البنت برستيج وجالسة تسوي مع أخوي رياضة اليوغا، وش عرفت أنت باليوغا؟ خلت بس مع ذا الكبسات وضرب الخمس يا الدبة. أنا الدبة. هلا والله بالرياضة البطلة. صح صح يبا. وين يبا؟ جالس بالمشراق انت مع عمي ابو صالح. لا تفشلنا مع آية يبا. صح 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 لا تفشلنا معايا. مد يدينك. نظام مدارس، نظام مدارس. ايه كذا ممتاز. اللي نبيه يا جار انك تستر برتك. ترى الستر زين وهو صادق. ترى ما جيناك الا محبه وغلا، وما يرضينا الناس تتكلم فيك يا ابو عامر. الا انا راضي، وانا احرم في بيتي ولا اسوي فيه انا احرم فيه. احنا جايينك ناصحين وانت بكيفك. الحجر من الارض والدم من راسك. لا تفكر في نفسك بس، فكر في عيالك وفي كلام الناس. جزاكم الله خير ونصيحتكم وصلت. من اول ابى زهويكم والحين هونت. من لا مشينا. وش هالحدس يا جار انت الهديك؟ كلهم ظهروا زعلانين. والله على هواهم، اللي يزعل يزعل على كيفه بمال الله. الله يرضى عليك. مو بهذه من عاداتنا ولا. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا يا هلا عيني بيبي. جهزت لك الحمام، ما تقوم تاخذ شاور ترتاح شوي؟ اي مو على عيني. اقول يا جار، ما عندها اخت للزواج؟ ما عندها، ولو عندها ما راح انطك اياها. خير، ايش عندك انت وياه؟ يعني يا عامر لا تفهمنا غلط، ترى كلنا من فازات خالتك نبي نصور معها. يا ابوي كل الناس صورت معايا، جات علينا احنا؟ هات لك سيلفي واد ولا عقد. اقول اقطع وخس انت وياه، تبي تضف وجهك الحين ولا اقطعها معكم؟ يا معقد. يا عامر، عامر جاء اللي يعرف لكم. ها ازبن انت وياه. هلا هلا عيني. هلا يا مرحبا، هلا بيك، حياك الله. ها شنو حبيبي، بعدك ما جهزت؟ خير، وش فيه؟ عندي اعلان محل عبايات مصممه فرنسيه. عبايات مصممه فرنسيه؟ والله خوش. تعال يا سنه، لان الاعلان عندي. انا عندي ارض لصاحبي ابو مسفر منحه بعرير، نبي نروح انا وياك وتشوفونهم نعلن عنها. وهاي هي قطعة الأرض، مساحتها 450 على شارع 20. على شارع 20 شمالي. وين الشارع بالموضوع؟ أكو واحد يسكن هنا أصلاً؟ على شارعين وعشرين من ظهرات، شوف طبيعتها. لا وبعد شهرين بتزفرت المنطقة، وبيجيك كهرباء، وبيجيك الأسواق، وبيجيك الخدمات. والله الأرض تقبقب. أريد تضبطين أبو مسفر بالإعلان، ترى صديق العمر. حبيبي مش قد هذا راح ينطينا صديقك أبو مسفر على الإعلان؟ ولا فلس واحد، أنت مخبرتي؟ هذا صديق العمر. يلا خلصينا، عندنا إعلان لأبو مبارك. 55,000، 55,000، من يزود؟ من يريد يزود بعد؟ 70. 70,000، 70,000، السيارة كلش نظيفة، ما بيها ولا شخطة، ولا حتى طالها جاكوت. ما طقها وشو؟ جاكوت. 90,000 ريال. 90,000، 90,000 يا جماعة، يقول لك 90,000، من يريد يزود بعد؟ من يزود؟ 100,000 ريال لعيونك يا هيا. 100,000 ريال، 100,000 ريال، من يزود؟ من يزود بعد؟ مبروك عليك السيارة عيني. 100,000 ريال؟ مو معقولة، أمس جايبها حرج عليها ما جابت لي 7,500. أنا ما أدري كيف كافعك يا خويي. لا تشكر ولا شيء، إذا بغيت تعلن عن شيء اتصل فيني واجيبها لك وتعلن لك عنه. كفو يا أبو عامر، والله يخلينا. هاي وين وين وين؟ أنا مسافرة دبي. شلون؟ وأنا آخر من يعلم سافر لدبي ما فيه. وبعدين نسيت إن وعدينا أبو مشعل بنسوي له إعلان لعمارته من نظيم. أنا من تزوجتك لا فتحت شركتي ولا خليتني أكمل إعلاناتي ولا حتى تخليني أخذ فلوس من أصدقائك، وخسرتني فلوسي وكل جمهوري بالسناب. أنا ما أريدك بعد، أرد أطلق. يلا نسيت إن أنا فتح لامج. لا بالله، من كل عقلك يا شايب. وش بيك أنتي؟ ليش يا ما تجرحيني؟ وأقول لك كرشته قدامي وخذت قشها وطلعت. وهو ايش قال؟ ايش بيش انتي تجرحين قلبي يا بي. المهم ابيت الحين اول ما يجيت تطلبين رضاوة وتقولين رضاوتي 100,000 علشان يعرف قدرت، سمعتي ولا لا؟ مو بس 100,000، الا بطلب طقم ذهب والماس بعد. كفو. ام عامر هذا وهذا وجهه، خلص قوية. مامر ردي عليه. نعم. وانت هنا وانا دوزت بكل البيت. خير، وش تبي يخلص؟ انا وش ابي؟ ابيك كلك ابعد عمري. لا تحاول تراضيني، انا ما يرضيني الا تقبلين مني هالوردة. يا زيد زينة مالت عليت، جاب راسه بوردة، ما أقول غير كش بس.
زعل حبيب. اي والله يا ليت يا الغالي، بالله معك اشتراك. ابشر به. بيض الله وجهك، تصدق لي ساعه ولا احد يوقف لعبه فيني الشموت الا ما تعرفنا عليك يا الغالي. انا عامر وانت محسوبك بدر الله يحييك. والله والنعم يا بدر، تفضل حياك بالاستراحه. الله يكثر خيرك. لا والله عندي مشاوير. دامك وصلت والله انتقلط عندنا. احرجتني الله يسعدك. دامك معزم لا والله لي الشرف، اروح اغير بطاريتي وارجع لك. حياك الله. الله يحييك ويسلمك ان شاء الله. والله يا الربع اني احسدكم على هالرجال، فزعلي وهو ما يعرفني ولزم اني اجي الاستراحه علشان اتعرف على هالوجيه الطيبه. عامر هذا طبعه، وحنا من ربعه راعي فزعات ومواجيب. كابتن احنا طفرانين ما عندنا ولا ريال، هو دائما يعزلنا على حسابه. ايه سلامات، شغل التدعيس ده ما يمشي عندي. بعدين انا وش سويت؟ راس مالها اشتراك. هالاشتراك خلاني اقعد ساعه تحت الشمس والعالم كلها سحبت علي، حتى ان في واحد من اخوياي داقن عليه وبرضه سحب علي. المواجيب والفزعات مالها الا راعيها يا ابو مين؟ ابو علي. ابو علي الله يحفظه لك ويخليه ان شاء الله. امين. بس توه ما جاء. افا ليش ما تزوجت؟ وش اسوي؟ خطبت اكثر من مره، اللي تطلب مهر 100 واللي 150 واللي 200 كلهم طايرين بالعجه. لا تعمم، انا اعرف لك ناس شخصيا ما تتعدى مهورهم 40,000 ريال. بعدين التعميم لغه الجهل. 40,000 40,000 40,000 وينهم؟ على يدك. ابشر بعزك، بس تكفى لا يطلع اسمي في الموضوع. والله ما علم احد. شرفنا يا ابو اشواق، انخطب اشواق زوجته الردي عامر. يا هلا ومرحبا والساعة المباركة. وعلى ذكرى ترانا ما خلينا سألنا عن عامر، والكل يمدح فيه ويثني عليه. تسلم يا عم، هذا من طيبكم. يلا عاد تفضل يا عامر، شوف البنت. تفضل تفضل تفضل. الحين اشوفها. اي تفضل عادي. بتروح معي؟ اقول لك كيف تبشرنا قبل. تفضل تفضل تفضل. يا هلا يا مرحبا. اقعد هنا؟ اي تفضل تفضل. اسمعني، انا بنادي اشواق عشان اشوفها، بخليكم شوي وبرجع. اشواق اشواق ادخل يا بنتي. يا مدام ده رصاصي. وش قلت يا ولدي؟ تبيها ولا لا؟ الناس ينتظرون ردنا. اي بس انا ما شفتها زين، ما في عادة. وش رايك نرجع للفار؟ اي نرجع للفار. تبي تفشلنا انت يا ولدي؟ الناس طيبين والبنت جميلة مثل القمر. خلاص دام عجبت اكيد انها بتعجبني، موافق. ألف ألف مبروك. والله مبروك يا صاحبي. الله يبارك فيكم وعقبالكم يا عيال، وشكرا قليلة بحقك يا بدر. وش دعوة؟ لا داعي للشكر، أنت الحين صرت نسيبنا. لي الشرف. الله يشرف مقدارك. إلا ما حددتوا الزواج متى؟ الخميس مو بالجاي، اللي بعده. أجل حفل توديع العزوبية علي يا عيال. لا لا لا، أنا ما أحب الحركات دي، بعدين عندي أشغال. يا ابن الحلال ترى كلها عشوة على قاتل صغير فوق شمعة، نفس شعار خويكم ذا. يلا عاد من عاد. يلا خلاص براسكم. سلامات يا كفتة، تحتاج فزعة؟ لا 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 ما احتاج يا عامر، خليك من شغلك. أجل وش عندك؟ أدور على واحد عشان أعطيه اشتراك عشان يزوجني. أتحداك يا شيخ. الله من قد رسائل حب وغرام مع المدام. ها اي مدام يا ابو مدام، ارسل حق المكيفات الاسبريت يجي يركبها. اوف اوف. طب ليه ما تكلمها؟ وش اللي اكلمها؟ البنت خجوله امها تقول حساسه. يا ابوي بكره زواجك وحتشبع سواليف.
اللي انت ابوي وين الشلة ده؟ يلا مكتوب في اللوكيشن، خمس دقائق ان شاء الله ونوصل. يا هلا والله ومرحبا. هلا والله ومسهلا. وش الوضع؟ رسم مرجلة ولا فلة؟ الا فلة ومذرحة. كافو والله. مشينا عيال. الله وش ذا التصبيط؟ يجي بالأدب. أوف 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 أوف، هذه الكيكة لي أنا وتستاهل أكثر. يعطيك العافية. واتركوني لا طيح يا قبلة الله، واتركوني لا طيح يا قبلة الله. أبشرك تمت المهمة. لا لا ما عليك، مو بصاحن إلا بعد بكرة. لا عندي الموضوع. يلا باي. عليكم بالعافية. عاد أنا أخت المعرس، أبغاك تضبطيني. ما شاء الله، ألف مبروك. ابشري يا قلبي، راح أخلي كل العيون عليك اليوم، وما تطلع من القاعة إلا عشر حريم خطبوك لعيالهم. نوف شفتي عامر؟ لا ما شفته، بس أكيد أنه مشغول، هو المعرس. دق عليه دق عليه. دقيت عليه وابوك يدق عليه ما يرد. يما اكيد مشغول، اصبر شوي ويدق عليك، لا تكبرين الموضوع. خليك جاهز يا ام العريس، شوي واخلص من نوف. عامر عامر يا عريس، اصحي جوالك يدق. ايش السالفة؟ شكل زوجتك تدق عليك. اري عرس عيون. اي راسي ايش السالفة؟ اقول امش انت يا ومتك. وين بدك؟ امش. الباب مقفل. طيب دريشة.
الحين وشلون نروح بدون عامر؟ أبي أطمن على ولدي. يا بنت الحلال لا تشيلين هم، نبي نروح ولا تبي يجي. ألو عامر، وينك فيه؟ اسأله هو بخير ولا يتأخر؟ بخير بخير، إيه بس انشغلت عند الحلاق علشان كذا ما رديت عليكم. لا 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 تقلقون، خلاص روحوا القاعة وأنا بجيكم. مع السلامة. عامر عامر أنا جوعان يا عامر، أبغى أكل. ما هو بوقتك، ما تشوف الظروف أنت. ترى الحلاق بعيد، يبغانا نص ساعة على ما بال نوصل بيتكم يا عامر. اللي حصل مو طبيعي، أنا عندي إحساس إنه بدر هو السبب. يا عيال لا تظلمون الرجال، خلاص أخلص موضوع الزواج وبعدين بطلع من ورا الموضوع، أوكي؟ يا أبوي الحلاق فول، متى يجي دورك؟ أبيك تخفف الشنب وتخليه طويل مع الأطراف. هاي شنب يا أبوي، أنت ما أنت بشايف وجهك إلا كنا صحن فاضي. خير يا أبوي خير خير، صف السرة هناك. لا تمد يدك، لا تمد يدك. شو حركات المبزرة ذي؟ اللي يقول لك حلاقتك علينا ولك هدية لزقة خشم. أصلاً أنا مخلص. حياك حياك حياك، تفضل. هذا نظامك. السلام، حياك والله يا هلا. الله يحييك. هذه والله ساعة البار. الله يبارك فيك. يا مرحبا. الله يبارك فيك. حياك والله يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك مبروك ما شاء الله، مبروك الله يوفقكم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. منك المال ومن هالعيال. مو مال المعرس، المعرس هذا جاي مبلخط. يا هلا يا هلا، حياك الله. يا اخوي عامر ابطا، وين راح؟ وين راح الناس المعازيم حضروا وكل حضر له؟ الله يصلحه بس. الله يصلحه، هذه عادته دائما يحرجننا يا ابوه. طيب تبين وديك القاعة ولا خدمك بشيء؟ ما يحتاج، أنا بروح بسيارتي. يلا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. إلا غريبة يا عم، المعرس وينه ما وصل؟ حتى أنا مستغرب، ما أدري إيش فيه ما وصل. هي بس ما يصير كذا، لازم يكون موجود عشان يستقبل المعازيم. صراحة مكياجك مرة حلو. وش دعوة يوم عامر؟ وين ولدك؟ يعني بنتي بتنزف لحالها؟ لا لا، بالطريق، هو بالطريق، تدرين شباب وهو عريس، رايح الحلاق يحلق ويجهز نفسه. صادقة والله يحق له. ها مستعدة للزفة؟ مرة مبسوطة يا أمه، مرة مستعدة. حبيبتي الله يوفقك، الله يسعدهم. الزفة جاهزة زي ما تبين. حطيت المقاطع والصور اللي أرسلتها لك؟ كل شيء زي ما تبين. تمام، شكراً، الله يسعدك. يلا حيّ. شلونك؟ الله يحفظك. تمام إن شاء الله. الله يطول لي في عمرك يا رب. الله يخليك. آي السربوت، Yeah.
السموحه يا السموحه وينك تاخرت فشلتنا طلق بنتي يا الصايع ارفع علومك يا عم انا ماني بصايع الا صايع ونص وراعي سهرات انا احترم نفسك ابو اشواق لا تقول كلامي مولدي ما هو فيه الا فيه ونص واذا ما انتم مصدقين تفضلوا شوفوا تفضلوا شف عجيب والله اخ بس حسبي الله عليها الداشر احمد ربك انك شفناه على حديقته لا تضيقين صدرك استهدي بالله استهدي بالله يا بنتي يا اشواق حرام تظلمون ولدي يا اختي انت ما تستحين على وجهك جاي تتعذرين له من زين في عائل ولدك ان شاء الله ان شاء الله تعدي الليله على خير وبعدين نتفاهم اي خير تتكلمين عنه مجنون انت ولدك فضحنا فشلتونا عند الناس ما بقى احد ما يرسل لي اقول انقلعي اطلعي برا انت وبنتك برا لا اشوف وجهكم يلا برا وجع هذا ابوك الو طيب طيب يلا جايين يلا يلا حبيبتي مشينا شكل ابوك درى عن المصيبه اللي صارت يلا ولدنا طلق بنتكم يا ابو اشواق قبل ما يتم الزواج وكنا قبل مساجين القاعه وشايرين الذبايح وخسرانين حنا بس ما نبي منكم الا تردون المهر ما احنا مهر المهر اعطيناه البنت وصرفته وبعدين يا اخي اعتبر المهر اللي راح رد اعتبار لنا الحين رد اعتبار شو 10,000 15,000 انما المهر كله ما يصير نحن بمرجعين لكم ولا ريال عجيب والله والله خطتك نجحت يا بدر اول تقول طفران ما تقدر على المهر هذا المهر بين يدك بكره وانا عند ابوك يا روحي يلا قبلوا شوفنا حد باي باي واحلى زواج على حس السبك عامر ها تقص ولا روح لا بقص حركاتك ترسل لك تحت ميب علي لا يا شيخ شايفني بزر مثلك عيال كنا حر من زمان قلنا لك المكيف خربان ما صلحتوه قايل لسه بكذا يجيب عامل يصلحه والله جبت عامل يصلح الكمبرسر بس شكله خرب مره ثانيه مو دخلني لا يا شيخ تروح للعامل تقول له صلح الكمبرسر طيب يمكن في نقص فريون ما دام التفاهم بالمكيفات روح انت جيب عامل يبي يقلبها علي يا عيال مو بعاقل شرشبين انا اكره السناب يا ابويا قنوات الاكشن والمسدسات فين أنا بيدي هاتف المفضلة شكله أنت كفتة حذفتها يا نخبة أكيد كفتة أصلاً أي غلط يصير بالاستراحة نسبة 90% كفتة والسبب وأحلى شيء كذا وجهه قوي يسوي بريء يعني كل حاجة على رأس كفتة والله ما قعد دقيقة واحدة لا 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 اصبروا كفاتي لا حد يزعلوا عيال ترى يحبوا لا لا تروح خليك معانا إذا أنت رحت انطقطق على مين والله ما عاد أجي استراحتكم مرة ثانية فاهم انت وياه لا يا شيخ مسوي حساسه انت وجهك يا عيال ممكن اشبين عليه شوي بكره محضر عندنا كفته الله الله احلام ورديه يا سلام يا سلام يا سلام اقول لك قم 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 يا تبغى شيء مني يا ابويا يا كفته يا ولدي ايش بك زعلان ما تقدر خاطرك أبويا أنا مخنوق وضايق صدري أعز أصدقائي يطقطقون علي أسحب عليهم اللي يحترمك احترمه بس أنا أحبهم ما في ذا الكلام على قولة المثل عز نفسك تجدها اللي يحبك ويغليك بياجي حتى عندك فهمت يا أبويا خلاص ما عاد أروح لهم ما قلت لكم مصير يجي الاستراحة ايوه البس ما يحب الا خناقه
ايش قصدك؟ يعني انا بس؟ ايه انت بس. وشكش الفار. شوف شكش طقطقنا عليه ولا زعل. اذا هو يرضى انا مرضى. خلاص يا تراكم زي وتوه ما عليك منهم انت. كم يا بي خلنا نلعب بلاي ستيشن. لا 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 انا ماشي مروح البيت والمثل يقول عز نفسك تجدها. تعال والله ما تروح يا بي تعال. في دعوه انا ما راح اقعد معاكم في الساحه وانت تطقطق علي. لا يا شيخ مصيرك راجع. ريحة جاية ريحة جاية ريحة جاية. صوت صوت اسمع لك ايش فيك انت؟ عجبكم الطقطقة والهسرة وسويتوها؟ يلا يا عيال شنو شنو؟ انا بودي المستشفى. يلا 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 بسرعة. هو يقرب لك؟ لا ما يقرب لي. ليش شايف في شبه بيني وبينه؟ لا طبعا بالعكس خالص. بس حضرتك مين؟ لأن في موضوع كده حيوي عن كفتة لازم احكيه لأقرب واحد لي. انا عامر اعز اخويا وهو يعزني وانا اعزه. بس كده كفايه خالص. شوف يا استاذ عامر الموضوع ان كفته عندي دايما في العياده. كل تاريخه المرضي عندي فحوصاته واشعاعاته وتحاليله كل حاجه. واحب اقول لك بخبرتي والمامي بالموضوع كفته مش هيطول 10 ايام بكتير وكفته هيودع. يودع من؟ لو فعلا يا عامر بتحب كفته وعاوز تسعده اخر 10 ايام ابسطه اسعده فرفشه عيشه في سعاده وسرور وكوبايات في ثواني بتدور. حقق له احلامه يا عامر. معقوله؟ معقوله كفته راح يروح مننا بدي سهوله؟ المهم يا عيال ما يموت كفته وزعلان على احد فينا. انت يا عامر بالذات لازم تتحلل منه. يا عيال لازم كفته يحللنا ويبيحنا ويعيش اخر ايام بسعاده. كفته لو ما سامحنا ما حنتوفق. لا اله الا الله لا اله الا الله. كيك اما كنكا كيك اما كنكا. بسم الله الرحمن الرحيم. كفته فقدتني يا عامر. اي والله فقدتك. بس يوم كنت معاكم تتريق وتطقطق علي كل يوم. انا اسف يا كفته سامحني. تكفى والله ما عاد اعودها. وعادي انت بتطقني عادي ترى طقني. اسف ما اقدر اخلاقي ما تسمح لي. من زين اخلاقك. كفته كفته امزح يا كفته. عامر عامر بسم الله الرحمن الرحيم. كفته وينك من امس ادق على جوالك مقفل. انت صاحي مو جابك عند بيتنا؟ ابد جيت اطمن عليك واشتقت لك يا حبيبي يا كفته. يا لا تبوسني يا اخي. هذا جزاتي احبك وجاي اطمن عليك تسوي فيني كذا يا كفته. اصلا اكثر واحد يكرهني انت. قسما بالله غير صحيح. لا تسمع كلام العذال يا كفته. اقول لك انا عندي مشاوير ماني فاضي حق البربره حقك هذه. يلا مع السلامه. والله والله ما تقضي اي مشوار الا معي وعلى حسابي اي شيء تشتريه. امشي. هاي كفته كيف؟ حلو بس ابغى حلا. لو سمحت عطنا واحده كليجه هولنديه. ابشر. الله لو يجمعوا لاتيه. والمخلوط بحطه بالثلاجه لبكره. ابوك يا الاستغلال. لكن ابشر بعزك يا كفته تستاهل. لو سمحت عطنا واحد لاتيه وواحده كليجه هولنديه. باقي شيء يا حبيبي يا كفته؟ خليها في الليل. بالليل عندنا عزيمه بالاستراحه. ايش المناسبه؟ المناسبه نبي نقول لك الحمد لله على السلامه. اقصد مع السلامه. وين خويك من الموت؟ توه ما جاء. بعدين تعال ترى هو ما يدري. لا تفضحنا. مرحبا يا جماعه. حيا كفته حيا واحد.
الا واحده. هذا الدفش جايبينه لك مخصوص علشانك. اهلا حبيبي. لا 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 تقرب منه وتعديه، خليك بعيد. ها بعدين ترى عليه ضمان، استرح خليك ثقيل. يلا تحيه للحاضرين كلهم، واحلى تحيه خاصه الكفته. الله يحفظك ويطول بعمرك ويخليك لنا، واستودعناك الله. لا قل له هزين، قل له قل له. ايش يقول لي؟ يقول لك وش حاب تسمع؟ ابغى اغنيه وداعيه. وش دراك عن ايش؟ وش دراك قلبي يهواك، وش دراك قلبي يهواك، وش دراك قلبي يهواك. استرح استرح استرح، ما لها داعي ما لها داعي، اقصد وش حاب تسمع يعني. لا لا عندي عندي عندك اغنيه. يلا طيب. رحوم يلي مات بول شبابه توا صغير السن ما عاش دنيا، رحوم يلي مات بول شبابه توا صغير السن ما عاش دنيا. هذا خويك اللي موت؟ اي هذا هو، هذا جمس قضاء عشرة. كل ما شاء الله لا تلحته نشيط، كل ما شاء الله نشيط. خلاص خلاص غن غن غن. طيب شوف كيف ولد قاعد ينطني، معقول هذا راح يموت دحين؟ شايفين كيف فرحان ومبسوط؟ كذا مناعته حتزيد، واحتمال ما يصير كلام الدكتور ويعيش كفته. الجانب النفسي جدا مهم. انت وعامر اخر من حكي عن الجانب النفسي، انتم الوحيدين اللي دمرتوا كفته نفسيته. يا عمي ما قد اذيته. يا ابوي ايش اللي ما قد اذيته وانت شغال بالاربع والخمسه تهزمه في الصوني؟ ايش دخل يا ابوي ذا بلاي ستيشن؟ يعني اخسر عشان يحللني؟ اي والله يا اخوان ترى لازم قبل ما يموت يحللنا. حللك انت يلا تحج عنه عشان يحللك. اسمع يا حبيبي كفته، من اليوم ورايح ما في روح لبيتكم، ما نبي نفارقك ولا دقيقه، اكلك وشربك ونومك ومصروفك كله علينا، وهذه غرفتك. ها بيتك هنا، بيتك هنا في داخل القلب لو جيت. يا اسكت اسكت، صوتك زفت. وهو صادق صوتك زفت، لا تغني. ها وانت بعد كثير كلامك يا عامر. هيا هيا اطلع برا انت وياه، يلا خلونا ننام. يلا الحين وش اللي حادنا على المذلة ذي؟ والله اني ودي ارثعبه واخربها. يا ابن الحلال ترك مسوي كل هذا الشيء عشان يحلل قبل ما يموت، تحملنا كم يوم. هي بس غبني وانا اكثر. وانا اوريك كفتة. امشي امشي. Good morning. سفب يا مستر كفتة. طبعا اطباق الفطور اليوم عندنا الكروسو، وعندنا التونة، التونة متاتا، وعندنا كمان الأومليت اللي هو البيض المخفوق. ترارارا! وهنا جايبين فرنش توست من فرنسا وتحديداً مدينة بوردو لعيونك. إيش هذا؟ فطور فندق؟ ما أبغى. عفواً مسيو، ليه ما عجبك الفطور؟ أنا آسف لأنه حقيقة ما يشبع. هاي فقي أنت وربي أشبع وجهك بذا. أهدى. إيش تبغى يا طول عمر؟ أبغى كبدة. كبدة! الحق الكبدة يا ولد! بل 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 يا ولد، شوف كيف مسح الصحن مسح وما بقى فيه ولا لقمة. معقولة واحد ياكل الأكل الكثير ده ويموت؟ اذكر الله ولا لا تنحته. ايش كنت عودي؟ أرسل لك الترجمة بالواتس. اسكت لا يسمعنا. كبدة! أزيدك؟ لا بس شبعت، خلي الشباب يأكلون دحين. حاب تغسل طال عمرك؟ لا ما يحتاج، أنا إذا كنت ما أغسل. أصلاً بتتغسل كلك قريب. ما هو؟ أقصد بالعافية بالعافية. يا هلا بلعم! أما في عين العدو إيانو الكاذب الهارب! يومين ما أجم بيت والله عربي! كف 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 جا 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 بس إنه بس إنه؟ أصلاً ما ضع كفتة لنتر! كفتة! كفتة! يا ويله يا بيرنه! عجيبة 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 كفتة عجيبة! الله 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 الله! الله الله! شفت كمان راح يموت ولا ايه؟ هذا شكله يبي يموت من التخمه. اويلا قول ما شاء الله لا تروح تنحته. ما شاء الله الف. بالعافيه يا ابويا. الله يعافيك يا ولدي، صراحه الله لا يهمني لومك.
سحبتك على البيت في مكانها يا ولد. صراحة العيشة عيشة ملوك ما شاء الله. شفت كيف أصحابي يحبوني يا أبويا؟ هذا اللي يسمع نصيحة الكبار، ما قلت لك أسحب عليهم يجنك لحد عندك. قالها المثل من تغلى تخلى. ودانا 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 كفتان صغير يحب النه وكفتان صغير يحب النه كفتان صغير يحب النه والله صغير يحب النه. أقول لك قلت لي دلفين غبي. طيب قلت لي غراب. عمي كفتة هذا أحلى عصير لعيونك، ترى يعرف يقلد صوت البعير. أحد سألك؟ لا أسكت. سب عامر هات العصير هنا. عامر رد على الجوال شوف من اتصل. طيب هذا أبو سوسن. وهذا أزعجنا، رد عليه وخلص موضوعي معه. وش يبي منك؟ مو شغلك، خلي يجي هنا في الاستراحة وتفاهم معه وأنا أكمل استجمامي. ألو، لا أنا ماني بكفتة، أنا عامر مدير أعماله، آمرني. الحين كل هذا أبو سوسن؟ زبدة الموضوع، خويكم كفتة القصير اللي أنتم مخبينه أخذ مني مبلغ سلف. يا تطلعون هيا بالعجرة هذه في رؤوسكم، أنا أدري إنه في وجيهكم. إيش يعني في وجيهكم؟ يا كثر نشتك أنت، ما هو بوقتك الحين. طيب الحين أنت أبو سوسن؟ إيه أبو سوسن. مع إنه مو باين عليك أبو سوسن، المفروض أبو عجرة، أبو ساطور. تستهبل علي أنت؟ لا 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 خلاص خلاص. طيب كم تطلب كفتة؟ 600 ريال. لا يا شيخ، مسوي زحمة والشارع فاضي وعضلات وجايب هارون كمارة. وكنه تعال انت وراك تضرب بدون كوره. ها ورع انت ورع. انت استهبل علينا. لا 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 خلاص خلاص والله لا اعطيك 600. الحين كل ذا الصجه ومسحب رجلينك لين داخل هنا عشان 600 ريال؟ اقول تبيع شبكه ولا كاش؟ لا 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 دقيقه، في مبلغ شيك ب 10000 ريال من غير رصيد من كفته، يا تدفعونه يا والله لخطفه. اخطفه؟ اقول لك تدفعوا لخطفك انت يا بطاقيه. اذا حلوين غطينا المبلغ وزيادة. أبد هذا واجبنا وسامحنا على القصور، بس في سؤال يا أبو سوسن. تفضل. العامل حقنا ليش ما أخذه؟ بخليه ينزل الأغراض وبرجعه. وعلى فكرة كلموا كفتة اللي أنتم مخبينه إنه ما عاد يتسلف من أحد وسلامتكم. أبو سوسن قل لي جاكيته حلو. أعطيه الجاكيت يا عامل. أعطيه الجاكيت. تفضل. مشانا يا عيال. سلام يا جماعة. الله يسعد لي هذا الوجه. أم بيت وسلمنا، والحرمة هي والعيال وديناها عند أهلها. طبعاً أنا قررت إني أعيش مع ابني، فلذت كبدي كفتة. يا كفتة يا بابا، كفتة يا بابا، كفتة. كملت أبلش. ينبرتك أنا متألقة أو تزين، متألقة أو تزين واسطنبقالة. ينبرتك أنا واسطنبقالة. الحين يا كفتة أنت عارف إحنا ليش قاعدين نسوي لك كل هذا؟ أيوة علشان إنكم تحبوني. إي مرة نحبك موت، بس عندنا طلب صغير. إيش هو؟ إنك تحللنا وتبيحنا. أنتوا ليش مصرين على هذه الكلمة؟ ما بقى شيء. على إيش هو؟ لا هو يقصد يعني ما بقى شيء على التصافي والمحبة والرحمة، لازم إحنا تكون قلوبنا نظيفة. بصراحة أنا قلبي مليان عليكم. حتى بعد كل هذا اللي سوينا لك إياه. ياوة. طب كيف نتصافى؟ بصفتي قاضي قضاة الاستراحات وشقق العزاب افتتح جلسة المحكمة على المتهمين عامر وياسر وكشكش.
كشكش مين؟ اسمي شكش. كشكش ولا كلمة. خليك واقف يا ولد. سلامات، هو واقف أصلا. بس أنت ويا يا ولد لا استدعي ولي أمركم. هيه أنا فصل؟ نعم فصل الشتاء. يا عيال القاضي منحوس أكثر من كفتة. بس فإن المدعو كفتة بن شاورما آل كباب رفع قضية على الشباب المتواجدين في الحبلة، خصوصا هذا أبو قحفية اللي اسمه عامر، مأذيه ومسبب له تذمر. يقول له كأنك مطرب متوفي، كأنك سيارة قديمة. يا أخي شل مصبرك، اطلب الطلاق. أنا صابر عليهن عشان قطتي. عندك إثباتات، عندك تسجيل، عندك صوت مصور بالقاهرة عشان أدل عليه. كفو عليك، كفو عليك، مرتب. أربعة شامبو، اثنين معجون أسنان، واحد فازلين. هذه مقاضي يا ابن الحلال. هذه الجرائم التي ارتكبوها في حقي. الجريمة بريحتك يا أخي. هذا شنو؟ أخوك هذا بس بدون قطر وعقال. راح راح. إعدام، هذا إعدام. الجزء الخامس ثلاث كفوف، والجزء السادس حرمان من دخول الاستراحة، واتهامكم لأن باق واحد من الجوالات، والجزء السابع رمي ورقة البلوت بوجهه. يا أخي يا أخي يمكن قاطع. ليه تقاطع؟ إلا فارش 400 واللعب ما جاه وتسجلت علينا. لا الله يلوم اللي يلومك. الجزء التاسع متكلم كلام عليه كلمات نابية مثل شنو يا كفتة؟ انقلع انت وجهك وتخسر. بس انت واللي جابك. لا 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 لا، هو يقصد السبات يا بيي. انت منو يا بيي؟ انا محامي الماثل امامك كفتة. غريبة، ما في شبه بينكم. حضرة القاضي، ان موكلي يطالب بتعويض مادي قدره 4000 ريال عن كل حالة تنمر. يا حضرة الاستشوار، ها؟ أقصد ما شاء الله تسريحتك بطلة، في مشغل مسويها؟ لا أقصد عادي أزود كف وأكملها 5000. ولا كلمة. ثاني شيء وين محاميكم؟ شغل الدباب. بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم نفسي المحامي الشخصي للمدعوين والمتهمين في القفص. كيف أقدر أخدمك سعادة القاضي؟ أنت محامي ولا ظهير أيسر؟ لا يا شيخ، مسوي تذب أنت وقش الصحراوي اللي حاطه فوق راسك. إيش دخلك؟ هد ولا كلمة. تفضل طال عمرك. إن المدعي يرمي الاتهامات جزافا للأبرياء الذين في القفص. الشهود، تفضل تفضل. عامر، ياسر، شكش، كل النفر ضرب كبتة. كل يوم كوب تحت النفر مسكين. يحيى العد، يحيى العد. وأنا أيضا شاهد يا سعادة القاضي. الله الله الله، شو اللي جايبين معكم يا حبيبي؟ النظام للمدعي اثنين شهود، أنت ليش جايب سبعة؟ عشان أضمن الفوز. أنت أضمن حياتك أول. تسمح لي أكمل شهادتي يا سعادة القاضي؟ لا لا عفوا، أي شهادة؟ أنت يبي لك لوحة أنت كاملة حبيبي. قفلنا انتساب، ريح 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 يا حبيبي. جاي من آخر الدنيا، أنا جاي من منفوحة، تقول لي استريح ليه؟ حكمت المحكمة حضورياً للمدعي كفتة بن شاورما آل كباب 5000 ريال من قبل الثلاث متهمين. هاي هاي هاي، والله كسبت 5000. عادي ترى راس ماله 5000 ريال، بس بشرط يحللنا. يحللكم؟ ليه انتم خالطين؟ انا بعرف، وشلون صرت قاضي يا ولد السبيت؟ يحللنا يعني سامحنا، يعني يعفو عنا. من كل قلب يحللكم وبيحكم، بس هات 5000. وقف عندك انت وهو. قرايه كفته، قرايه كفته، بعينها تديني 200 ريال عشان اعمل لك تقرير مضروب تشتغل بيه اصحابك، وبعدين تاخد من ورايا انا 10000 و5000 يا مفتري.
محكمة. صالح يا صالح، سامي يبا أمر. شوف يا وليدي، هالتمر هذا لا تقف إلا بالرياض، تعطيه الشيخ أبو فالح ولا تقف إلا عنده. أبشر يا بي. كفو ولدي. السلام عليكم. واحد وين تيربو؟ شوف 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 الباص العيون. ها ما يمشي. كفو. هيا هلا بود العم صالح، حنا بالاستراحة، عساك قريب نحتريك على العشاء. لا 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 تحتروني، يبي لي ساعتين يمكن زود بس، ولا خل الوالدة تحط لي فراش بالملحق، أباجي دايخ وبحط راسي وانام. ابشر بعزك، ابى اخليهم يخلون لك الباب مردود. اوكي تصل بالسلامة. هلا والله بريحة القصيم البطلة. ايش اخر؟ شكله تعبان. اوف اوف. والله ما قصر، جايب لنا تمر. طب تعرفني احب الكليجة. يلا الجيات ان شاء الله. هلا والله بالتمر البطل. وينك فيه؟ ليه متأخر؟ بالاستراحة. وش دي الاستراحة اللي تقعد فيها طول الليل؟ تعالي تعالي شوفي امه، صالح ولد عمي جايب لنا تمر على كيف كيف، فاخر من الآخر. الله يعطيهم العافية، ما قصروا. عاد أنا أبنام، وإذا صحى صالح قوموني. بأذن الفجر بعد شوي، صل ثم نم. أكيد امه ما يحتاج. وش ذا التمر الزين؟ هلا يبا سم. عساك وديت التمر للشيخ ابو فالح؟ لا والله توي واعي. انا لله وشنو قايل لك، ويل وبرده هالانسان ذا. يا وليدي رح لمها الحين. سم سم الحين اقوم، الحين اروح له. من راح له ذا؟ من أخ من أخذه ذا؟ من راح له؟ يزيد ذا التمر اللي جابه صالح، ها يهبل، ها خذ. شو؟ اي والله يا زينة. هي بس عادي بلا تكثر منه، ترى بيرفع السكر. انت ما تعرفين ان هذا مسامير القب؟ ام عامر. نعم. وين صالح؟ نايم بالملحق. اعطي جيراننا ترى شوي. ان شاء الله ابرسل حق ام عبد الله وام محمد، يستاهلون. يا سليمان سليمان. راح وانا متاكد بليون بالميه اني حاطه بذا. حامر ما اقول له عامر. النشبه دايمين النشبه دايمين النشبه دايمين.
النشبه ذا يبي هلا وينك؟ بغرفتي وش تبي؟ عسات انام عليك تريله، انزل ابيك. خلاص خلاص اوكي اوكي. ايش عنده ذا النفسيه؟ يبقى خلاص ثلاث تكفي. ما ابو شغلت الحافظ رب العالمين. صباح الخير لاحلى اب بالدنيا. صباح النور. ظهر ظهر الحين. مو بشغلس اوكي. قهوة معنا من ابوك سم. ولا تدري راح قهوة ولد عمك خليه يجي يتقهوى معنا. هو صح صالح نسيته. يلا قومي انت خلي داخل. يلا 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 تزيها. مالك دخل انت. لعبت نكتين الظهر. يلا خير ان شاء الله. وش فيك معصب؟ وانا دعيتك ترى تمر. اي تمر؟ هل قاعد ترمي ممنوع جعلك ما تحدره؟ افا احسبك جايبه لنا. من دانا جايبه لكم؟ هذا الرفيز ابوي وابوي كازل لامه. طيب ترى راس ماله تمر، ندزها للسوق الحين نجيب واحد مثله. اوه اي كرتون تمر هو؟ هذا نوعيه خاصه، نوعيه فاخره، ابوي شاريه ب 1500 ريال، وشلون نلقى مثله؟ اوف 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 تمر ب 1500؟ والله لو انهم ياكلون النخل بروتين. المهم طلع من هالورطه. عامر صالح تعالوا تقهووا. اسمع انا بحل الموضوع. انت هد بس انا بضبط الامور اوكي؟ نقول ان شاء الله. ريلاكس ها؟ يلا. الصحن ذا توديه لبيت ام محمد، وذا لبيت ام عبد الله. ابشر يمه. يا زين هالتمر زينه. اقول يا صالح. أمر. ابى اوصيك تجيب لي اربع كراتين منه. سام يا عم. اربع ب 1500 يعني 6000. ابلش. تبي اجيب لك صامولي وانا راجع يبا؟ لا لا تجيب ولا شيء، جاب اخوك عامر. وين رايح انت؟ أبروح أودي التمر للجيران. يجعلوا ما يحدرونه. وش قلت؟ أقول يجعلوا والعافية يا عم، هنا وعافية. قسم بالله لو ما طلعت من هالورطة إني يرن أنا أبوي لين عض الأرض. ما عليك زهلة أنا بضبطك، بس خليك هنا سولف مع أبوي ها. زين التمر أبو عامر. الحمد لله رب العالمين نعمة الله. شي الناهي حبات كبار بعد. أي والله زينات. عامر ليه ما اخذ الكرتون؟ وش تبي فيه؟ انا اي انت عازمين ضيوف في الاستراحه وبحط لهم ذا التمر. وحنا وش علينا من ضيوفك؟ التمر ذا لنا، رح جيب غيره لضيوفك. طيب طيب يما ابى اقول لك شيء بس بيني وبينس. خير وش فيه؟ التمر ذا مو بلنا. لنا؟ قصري صوتس. التمر ذا شاريه ابو صالح معطيه صالح يوديه لخويه، ترى قيمته 1500 ريال. 1500؟ من وين جايبه؟ فضحتينا يمه. قصري صوتس، تبين تعرفين من وين جايبه؟ ايه. ارفع الشاشه لفوق. هذه اغراض من الوالده، تقول عطها امك الله يحفظها. الايام على اليسر جزاها الله خير. الحين انت يا موديت التمر حطيته عند الباب يمدينا نروح ناخذه ولا دخلته داخل؟ لا دخلته داخل. شوف حطيت سندويش. مبسوط بعد؟ دزها دزها. يلا يا عم انا استاذن. وين وين تاخذت معنا الله يصلح. الايام الاغنات عندي شغلات لزوم انا خلصه. ما دام عندك شغلات انت تخلصهن اتصل ببوك ارسل لي مثلين. لا لا تسهم عليه انا اللي جايبه والوالد ما يدري. او نعم رجال ملا ثيابك ما انت مثل بعض الناس. لو تبين اجيب صد رد يا عم تراه ب 1500 ريال. 1500 ريال الله اكبر. شفت يا الثور تعلم من ولد عمك خلك رجال. يلا ثمان الله. ممال الله. قاعد تسوي انت؟ قاعد ازرع نخل. مهبول انت ولا صاحي؟ يا ابوي الكرتون الواحد ب 1500 يعني بعبي ام البيت نخل. ايش هالعائله المنتهيه ذي؟ على اساس انك طالع منها، تراك ولد عم. يمشي بس يمشي. ناه وش زينبو ذا؟ عساك تبين وديت سيدنا لابو فالح.
يا حبيبي احمد ربك ان لحقنا عليه. لا ناقص. انا داري انه ناقص، امشي انا اضبطك. هذا قسم التمر، شف نفس الشكل. لا دا مشيص ولا انا جايب الرطب. هذا هو نفس الشكل شف. لا مو هو بذا، هذا قشر ولا جايب لي قشر. لان ابو بليسك شلون تعرف تقارن انت؟ 15 سنه بسوق التمر يا حبيبي. ناظر ذا حباته صغار، لا انا جايب حباته كبار. يعني يعدي ذا؟ هذا هو يمشي. اجل امشي، خل نروح الاستراحه، دزها يلا. ناخذ اثنين؟ خذ ثلاثة زياده. على 10 والله من الرخص. يلا يا حبيبي سريع سريع قبل ما يجون العيال. ما نبي ولا غلطة. عفو عليك. شف هذا نبي نحطه تحت، والزين نبي نحطه فوق، اوكي؟ أتحداك إذا حد كشفنا. والله أنها خطة من تحت لي. يلا رص رص زين. ها ألو ألو ياسر، في هناك قريبين يا ابن الحلال، وش بغيت؟ في وضع مريب في الاستراحة. أفا وش السالفة؟ عامر ولد عمو صالح عندهم مخدرات، جالسين يخططوا على تهريبها. هيا هيا يلا يلا يلا، جايين جايين يلا. شيل هرجي يا ابويا، الحين رايح الاستراحه، تعرف شو السالفه. الله يستر. شفت شلون؟ ما قلت لك بضبطك، الحين كل شيء تمام. إلا الوطن وشباب الوطن، إذا ما بلغنا على عامر وصالح ما فينا خير. عشان خلونا نطب عليهم وندهمهم. حلو. متى جيت للرياض يا صالح؟ البارح. غريبة تنشد. ما غريب إلا الشيطان. أقول لا يكثر، نبي نرجع آخر الليل، وش تبون عشاء؟ عشاء؟ وصاير تخيرنا بالعشاء بعد، كثر فلوسك. اعوذ بالله، احنا ما ناكل مال حرام. ايه سلامات، وراكم ترمون الغاز. ايش في الكرتون هذا؟ اوه تمر. ما شاء الله تمر، طب خلنا نذوقه. لا معليش، ده تمر خاص. تمر خاص ولا تمر عام؟ اهدى لك يا ابويا. لحد هنا كفايه، اللعبه صار على المكشوف. مكشوف؟ خوياكم لا حسن. ما عليك منهم، بس يلا مشينا. وقف عندك، حدك المكان محاصر. ما في شيء يا جماعة. كيف هذا؟ تمويه يا حبيبي، تمويه. شكلنا ظلمناهم يا عيال. الله يرجك. على العموم لا تنسوا تفكونهم. ها أقول لك شكوش، فكهم وروح بيتكم. يا صديق صديق، فكهم بعد 5 دقائق. ادخل. هلا والله بالاخت البطلة. يا هلو. اتحداك يا نصفر البطل. اخلص اخلص، شو عندك؟ تكفين الفزعة يا خيتي، أبي استحشين اللوز هذا بالتمر وتحطينه بصينية علشان يطلع فاخر من الآخر. وكم بتدفع؟ أفا الحين أقولس الفزعة ويا خيتي وتحداك الأصفر، بالأخير كم تدفع؟ تراني متوهق مع ولد عمي صالح. هات هات بسرعة. أكيد بتضبطيني. إيه بسرعة قبل الله هون. كافو يا أخت البطلة. وتعالي بعد ساعة. أروح يعني؟ مسكر الباب. وراس كذا تنفخين، كنت فليتيها. يلا عاد كثرت تراك، ترى بهون. خلاص خلاص خلاص. و
وهذا صحن التمر وضبطناه. أحلى تمر محشي باللوز، يعني فاخر من الآخر. أقطع مليزك تنا زيرين وحدة أنت ووالدك. أتحداك يا شيخ. طيب دقدق على أبو فالح قل له جايينك. أبو فالح، أبو فالح، أبو فالح، هذا أبو فالح. السلام عليكم. العم أبو فالح. هلا والله أخوي فالح. أنا صالح ولد أبو صالح. جايكم من القصيم الوالد كازم معي أغرام أجيبها لكم. يا هلا وسهلا، الله يسلمكم. والله الوالد منوم في المستشفى. بالمستشفى؟ هسه ما شر؟ ما يشوف شر الوالد، ما يشوف شر إن شاء الله. أجل تدري جايكم للمستشفى. هلا 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 حياك الله، فمان الله. وش السالفة؟ هذا فالح يقول أبوه مرقد بالمستشفى. طب والحل الحين؟ ما يبيلها مشاور ذي، قول المستشفى، ما أنا براجع للقصيم والتمر معي. طيب خليه يرسل لك موقعه بالوات. ما شاء الله تبارك الله. مرقوق وفي المستشفى. شو تعقرون المرضى انتم ولا ما هو انتم؟ ما هو خبركم قولوا لي. عبدو. ايوه. شو لها ودا هناك؟ ابشر سيدي ابو. هات وانت ما هو معاك. ما شاء الله. ها؟ شاهي وقهوه ها؟ ما شاء الله تبارك الله شتحي العلية ها؟ ما هب مرقة في الثلاجة يا رجال. مرت نفاس ولازم تاخذ الشرب. نفاس الله يقومها بالسلامة، لكن مرقة ممنوع في المستشفى. هيا سيدي هيا. عبدو. ايوه. شو الذيها؟ ابشر سيد بويا. بكيان تمر وفي المستشفى؟ نقول لكم ممنوع، ما تفهمون انتم يا جماعة الخير؟ يا حبيبي لو تدري عن معاناتنا عشان هالتمرات. يا حبيبي ما لي دخل في معاناتك، اقول لك هذا يعقر المرضى، انتم اللغج ما تفهمون؟ تكفى يا ابن الحلال. ما في تكفى، شو الزلون؟ حاتم سيدي ام شو الزلون؟ الله يستر عليكم. عبدو. ايوه. شو المؤتمر هذا؟ امشي سيدي ابو. وانت زيد ما هو معك. سلامات سلامات، ما يرى باس الوالد. الله يسلمك. طالع منشر يا عم. الله يسلمكم، ما عرفتكم من انتم؟ انا صالح ولد ابو صالح جاي من القصيم، والوالد سلم عليك سلام كثير. الله يسلمك ويسلمه. وشلونه؟ لا ابشرك بخير وطيب، وتراه صافط لك مصفوط خاطر كرتون تمر. تمر؟ لا لا، ما ادخل المستشفى الا التمر، ما به. يا جماعه الخير، الوالد ارتفع عنده السكر وبسبته دخل المستشفى. على كل حال كثر الله خيركم وجميلكم وصل. افا هي هي تعالوا تعالوا شلوا مصحن حق تمر حقكم. كلوه بالعافيه. حلوا فيه بعد ما تطفحون. يا سيدي مشان حلي معانا السكر ومعانا الضغط ومعانا ملعثاري. شلوا صحنكم شلكم ربي. اسمع عن دامي وعدت عمي ابو عامر كل محل التمر نشتري مجموعه من التمر ونحطه باربع كراتين وفوقها التمر مع طحينيه. جو وراك فرحان كذا. جو على المطبخ. ها عمي عمي ابو عامر. ايه سلامات. ما بقى الا تجيب ميكروفون بعد. اوريه وش انا جايب له واني راجل عند وعدي. لا لا انت من يوم ما مدحك ذاك اليوم وانت ماشي. اسمع الوالد الحين نايم، اهدى من كذا ها؟ هجل تدري، خلنا نصف البداية، تعال تعال. هو اللي معك عطيه. وراك مستانس انت. عشان اذا قام تفاجأ بهن. تفاجأ بهن. ورا ما تكتب كذا بعد بكرت مع تحياتي واشواقي وتحطها تحت الكرتون. والله هل ود ودي اصد. ودك ها؟ دزها الملحق. لزم. دزها! يلا. يا ابوك 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 يا